هذا السائل يقول هل يجوز أن أهجر والدتي؟ أنا ما مصدق. هل يجوز أن أهجر والدتي؟ يقول في مشاكل بينه وبين زوجته وأبنائه إلى آخر. تهجرها لماذا؟ ربنا جل وعلا يقول وصاحبهما في الدنيا معروفة، وانت تقول أهجرها؟ هل تعلم أن الوالدين لا يتعوضان؟ اسأل من فقد والديه أو أحدهما، هل جاءه آخر؟ هل جاءته أم مرة أخرى؟ سبحان الله. صبرك على والدتك وعلى شدتها قد يدخلك باب من أبواب الجنة ما كنت لتناله لولا شدة والدتك عليك. اصبر يا أخي، اصبر يا أخي الكريم، هذا والله عيب حتى وعي سألس أهجرها. اصبر واحتسب وحاول واتبع الطرق اللي تستطيع، بالهدايا، بالكلمة الطيبة، بإرسال من يقنعها، دخل خالتك في الموضوع، دخل خالك، دخل أحد يكلمها. اصبر اصبر، وما صبرك إلا بالله. أما تقول أهجرها، خفف من مثل المجيء إليها، التمس الأوقات المناسبة، إذا غضبت أخرج، تعال في وقت آخر، لا تكلمها في غضبانة. أما أهجرها، لا يا أخي، اتق الله في نفسك، لا يجوز. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجوز للمسلم، لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه المسلم، يعني صديق واحد من أصدقائك فوق 3 ليالي، أنت تقول أهجر والدتي؟ الله المستعان، الله يغفر لك ويصلحك ويصلح والدتك، والله أعلم.